سألني عن معنى الكلمات التاليات، فقال: ماذا تعني لك كلمة الحسين؟ قلت: إنها تعني الإيمان كله في مواجهة النفاق كله. قال: وماذا تعني لك كلمة زينب؟ قلت: إنها تعني مواجهة أولاد الأدعياء بشجاعة أولاد الأنبياء. قال: وماذا تعني لك كلمة العباس؟ قلت: إنها تعني تحمل العطش لإرواء العطاشة. قال: وماذا تعني عندك كلمة عاشوراء؟ قلت: إنها تعني موعد العبادة في محراب الشهادة. قال: وماذا تعني لك كلمة عبد الله الرضيع؟ قلت: إنها تعني التوقيع بالدم على وثيقة العهد مع الله. قال: وماذا تعني لك كلمة أصحاب الحسين؟ قلت: إنها تعني جنون الحب للالتحاق بالمحبوب. عندما يذكر في يوم عاشوراء يصاب الملايين من الناس بجنون الحب، ومن حقهم أن يفعلوا ذلك. هل رأيت كيف تتدافع مجموعة من الذئاب الجائعة على طير جريح عندما يسقط مكسور الجناح من علم؟ هكذا تدافع ذئاب بني أمية على فراخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عاشوراء، ومع ذلك يطالبوننا بالكف عن لعنهم. ألا على بني أمية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى نهاية الدهر؟ تجلت بصيرة أهل البيت حول ما جرى في كربلاء في كلمة زينب ليلة 11 من المحرم، عندما جاءت إلى جثة أخيها الحسين وحملت ذلك الجسد المقطع والتفتت إلى السماء قائلة: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. فأهل بيت رسول الله قدموا قربانا بحجم إيمانهم بالله وقربهم منه وصدقهم معه.